السلام عليكم متابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وحلقه جديده. اليوم الفيديو تبعنا من برمجه الميزان. انا عندي الميزان ما عم بيزين بشكل صحيح، يعني في فرق بينه وبين ميزان ثاني مثلا 400 500 غرام. انا كيف بدي اضبطه على الوزن الصحيحه؟ قال اول شيء مشان ما نطول فيديو بضغط الكود 3 6 5 8 تارا. هلا فتح هيك بضغط 1 تارا، تمام. هلا 2، هلا لازم انا احط الوزنه. طبعا انا هون بجيب وزني ثابته، يعني بعرف انه وزنها 5 كيلو غرام. انا عندي حطيت الوزنه هاي البيدون هاي، تمام. هلا بضغط تارا، تمام. هلا بينقول انا لازم احط وزنها قديش هي، 5000، تمام، غرام. بضغط تارا. هلا بضغط هون رقم 4، لازم انا ادخل الوزن الاقصى الماكس هون 60 غرام، شايفينه؟ عفوا 60 كيلو، يعني 60000 غرام. بعطيه تارا. هلا 5 هي عدد الاصفار بعد الفاصلة، عفوا، تمام. هلا هون بدي قديش بزين اقل قيمة، 6 بقول له غرام بدي اياه تارا، تمام. شايفين هلا هاي الوزن صارت 5 كيلو، تمام. هلا هيك انا بكون ضبطت، بشيلها، شايفين رجعت صفر، برجع بحطها تعطيني، طبعا لانه بقلبها مي مشان هيك عم تلعب، شايفين بقلبها مي، عم تعطيني 5 كيلو غرام. هيك انا بكون ضبطت شو الميزان. هي برمجة الميزان بشكل سريع. لا تنسوا طبعا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.